تمنح هذه الأنابيب قطرات دم لهؤلاء الأطفال حياة أطول. هنا في مركز الثلاسيميا بمستشفى ابن الأثير في أيسر الموصل، يواجه المرضى الراقدين فيها صعوبات عديدة بسبب النقص الحاصل في بعض العلاجات والمستلزمات الطبية. والله علاج إلا بالخارج، يعني ما والله إمكانيتنا ما تساعد هنا، يعني عندنا فدفيتهم وشو يقولون ودي على الهند أو على إيطاليا. ثلاثة أسابيع خلي لها بطول دم، كل أسبوعين، كل أسبوع إذا حالتها مثلا يعني مثلا نقول تسخن أو تتمرض، لا كل أسبوع يصير. بس مرات يعني الناس شغلة الأوبر ما متوفرة هذه، بس الحبل لا متوفر. الأفضل الأوبر اللي يجيبوا لنا إياهن أحسن الحبل، يعني به مادة قوية. هذه الطفلة في التاسعة من عمرها تعاني من هذا المرض منذ الولادة، تأتي هنا كل شهر لتلقي العلاج. ثلاسيميا. من 4 سنين يصير بي مرض مثلا هذا كل شهر، فلاونزا هم كل شهر اجي احطه. وتقول الكوادر الطبية في المشفى ان هنالك 1600 مريض مسجل لديها بمراجعات بلغت اكثر من 60 مريض يوميا. لكن ومع كل هذه الاعداد الا ان المركز يعاني من نقص في العلاجات مثل حقن الديسفيرال والمواد الطاردة للحديد. مركز الثلاسيميا في مستشفى ابن الأثير لديه أكثر من 1600 مريض مسجل، عدد المراجعين اليومي بمعدل 50 إلى 60 مراجع يوميا. مسجل في هذا المركز مرضى الثلاسيميا الكبرى والوسطى، فقر الدم المنجلي، الثلاسيميا البحري، وأمراض أخرى من أمراض الدم الوراثية. ما زلنا في حاجة إلى عدة مواد أخرى مثل الديسفيرال، فيال ديسفيرال، والأجهزة الطاردة للحديد التخلص من النسب التراكمية العالية من مادة الحديد في جسم المريض والمسؤولة عن معظم مضاعفات هذا المرض. وتعرض هذا المشفى إلى تدمير كحال بقية مشافي المدينة خلال معارك التحرير، ما دفع دائرة صحة نينوى إلى نقله إلى موقع بديل، وتتم إعادة إعماره الآن من قبل منظمة UNDP. طبعا مركزنا بصراحة الآن أنتم شاهدتم أنه المركز الآن في مقر بديل في المستشفى، وذلك لوجود إعمار في المستشفى من قبل منظمة UNDP. وعلى الرغم من مرور أكثر من 3 أعوام على استعادة محافظة نينوى ومركزها الموصل، إلا أن الواقع الصحي فيها ينذر بكارثة حقيقية. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.